واحد من الناس النهارده استاذ فن الكوميديا في مصر، فنان كبير مهموم بقضايا المواطن المصري البسيط، وايضا مهموم بقضايا الوطن. بالمناسبه هو اللي مربيني كمان عشان هو هيقول دلوقتي. استاذ محمد صبحي الفنان الكبير. استاذ محمد شرفتني. اهلا وسهلا استاذ عمر. انا سعيد جدا. انا اسعد. انت عارف ليه؟ انا عارف طبعا، يربطني بالاسره كلها ذكريات جميله، واحنا بنعتز يا استاذ محمد بحزنها بمشاكلها بسعادتها. عشت ايام جميله واللي بسميه الزمن بتاعنا يعني. صحيح. فانا فخور كمان بيك كابني طبعا، وانا اسعد يعني بالابوه الجميله دي، رغم ان انت بتكبر نفسك قوي. استاذ محمد مش كبير يا جماعه، مواليد 48 والله. بس 48 ده عام النكبه. اه كانت نكبة على الأمة العربية ساعتها. ما أنا قلت إن أنا اتولدت من هنا وفلسطين راحت من هنا. يمكن لما أموت ترجع. يعني لا بعد شر عليك، تفتكر إنها هترجع فلسطين في يوم من الأيام؟ قضية فلسطين إحنا تربينا عليها وعشناها وأهم مشاكلها، والمشاكل السوداء أو المرعبة المريرة اللي بتحصل النهاردة. أقول إن كل ما بيقرب الميعاد اللي بيخليك تثق إن هذه القضية قربت تنتهي، كل ما بتبعد أكتر. وهي بعدت دلوقتي، ممكن الواحد في الحلقة مرارة شديدة جدا، إزاي فجأة كجيل نكتشف إن الصراع العربي الإسرائيلي والصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحول فجأة إلى صراع فلسطيني. صراع فلسطيني فلسطيني لا، وصراع فلسطيني صراع فلسطيني مصري. الصراع دي كارثة. طيب الصراع اللي ما بين حماس وفتح شايفه ازاي؟ والله انا قلت ده يعني، انا مش عايز حتى ألوك هذه الألفاظ او هذه التسميات العرقية والفئوية وحمسويين وفتحويين. احنا تربينا على فلسطين، حتى عندما نشجع المقاومة ونفرح ليها هو المقاوم الفلسطيني. لا يصح أقول المقاوم من جهاد أو المقاوم من صلاح الدين أو المقاوم من فتح أو المقاوم من حماس. ما ينفعش. إحنا كفاية إن عندنا مجتمعات اللي مزقها الصراع العرقي والصراع الديني والصراع الفصائلي بقت منتشرة. وأنا أعتقد أن هذا هو سمات الحركة الصهيونية، هي اسهل ما تحارب. محمد، هل هي اللي بتعزز او هل الفكر الصهيوني هو الذي يعزز فكره الانقسام الفلسطيني؟ طبعا ده موجود في البروتوكولات حكومه الصهيون، ده موجود لتحكمهم في العالم. ازاي يحكموا العالم؟ ارخص من الرصاص، ارخص من القنابل، وارخص من الحرب. هو ذكي جدا ازاي يعمل فرقه في الاقليم الواحد. واللي هل حماس اخطات لما تركت دورها كمقاوم واتجهت للعمل السياسي ودورها في الترشح والرئاسة والسيطرة على الحكومة؟ لا أنا مش شايف. كان لازم فتح تفضل زي ما هي وحماس زي ما هي؟ لا أنا مش شايف إن هو ده الخطأ. أنا شايف الخطأ في تسمية حكومة حمسويين وتسمية حكومة فتحويين. أنا ضد ده، هو صراع السلطة. بس ما تنساش ان حماس جاب انتخابات نزيهه. عشان جت في انتخابات نزيهه، انا بقول لك هو مش هو ده الخطا انها تؤمن بالمقاومه. ممكن قوي تيجي حكومه مؤمنه بالمقاومه وحكومه مؤمنه بالسلام. ده ما فيش مشكله. ولكن ان تبقى القضيه الفلسطينيه تلخصت في حمسويين وفتحويين. صحيح. خلاص انت ما بقول لك ما بتتكلمش عن العداء الاسرائيلي، انت ما بتتكلمش حتى عن المآسي اللي حصلت في غزه. ولكن انا في رايي اللي عايز يوصل من السلطة من حماس من فصائل أو من فتح عليهم يسيبوا الكراسي بتاعتهم، لأن لسه ما بقتش دولة. لما تبقى دولة نبقى نتصارع على الكرسي، بس يظهر هي جينات عربية برضو. ما هي جينات، هي جينات. طب والموقف المصري من بناء جدار فولاذي بين الحدود المصرية وغزة؟ لا أنا رأيك إيه في موضوع الجدار؟ أنا هو موضوع إيه؟ ما أنا بقولك تلخصت القضية الفلسطينية في هذا الجدار. أنا شايف إن من حق مصر أن تدافع عن أمنها القومي. وإذا كانت تخشى من تهريب السلاح وتخشى من تهريب المخدرات، فعلينا أن نعلم ليس الخطر في تهريب السلاح وتهريب المخدرات فقط غزة العشرة كيلو. كنت أتمنى أن مصر تأخذ قرار عند بناء هذا الجدار وحقها وحقنا أن يكون على طول الجبهة مع العدو الإسرائيلي وغزة. عندها لن يقال أن احنا استبدلنا العدو بغزة أو بقت العدو الحقيقي هو غزة مش الكيان الصهيوني، بينما خطر الكيان الصهيوني سيظل خطرا على مصر أولا. سيظل مهما كانت معاهدات، سيظل. إسرائيل ليست لها حدود معترف بها،
إسرائيل رفض تعمل حدود لدولة إسرائيل، الخطر موجود وسيظل موجودا. نمرة اتنين، بما ان احنا نخشى من تهريب السلاح والتجاوزات وتهريب المخدرات، ايضا كان لازم الخطاب الخارجية المصرية يكون هادئ، واول من يعلن بناء الجدار هي الخارجية المصرية. للأسف حصل انه ده تسرب من الخارج، والخارجية في البداية تسريبات اعلامية كده. وفي البداية الخارجية نفت وبعدين رجعت قالت مش هرد، وبعدين رجعت قالت في جدار عزل ده من حقنا. واحنا خايفين من ايه؟ ده حقك، ده حقك. بس هل ده حق في الظروف دي؟ ما انا هقول لك، يعني في شعب محاصر وما عندوش اي امل في بكره. هقول لك الخطاب ليه غير مكتمل الخطاب المصري وعمل بلبلة. كان الخطاب المصري لازم يتقال من اول دقيقة، الخارجية تبقى هادية شوية، ما تبقاش عصبية وماسكة سطور، لان اسمها دبلوماسية، لازم وزير الخارجية ده يبقى مبتسم. ده حقنا نبني هذا الجدار، ولكننا متمسكين ومسؤولين عن وصول الغذاء والكساء وكل المساعدات لأهل غزة الفلسطينيين. احنا مصر مسؤولة لتوصيل ده. طب ما انت برضو استاذ محمد، ما انت بتقفل المعابر فترات وتفتحها فترات قليله. الخطاب انفصل، الخطاب انفصل. بس خلي بالك، ده مرتبط برضو بازمه المعابر، خلي بالك، او على الاقل معبر رفح. ومصر بتفتح المعبر امتى؟ في ظل عدم وجود حل لمشكله المعابر من الطرف الاخر. تعرف المعبر الثاني اتحاد اوروبي مع اسرائيل مع السلطه الفلسطينيه، والثلاثه بطلوا يجتمعوا ويلتقوا. طب اسالك سؤال، اتفضل. ليه مصر تيجي في صف فتح؟ ليه مصر تيجي؟ يعني احنا مش ماتش اهلي وزمالك. انا ضد اكون مع حماس او مع فتح، انا مع فلسطين. ومصر لابد ان يكون خطابها السياسي انها مع فلسطين. ومصر ما تصالحش فتح على حماس، مصر تنذر فتح وحماس. لابد ان يكون هناك واجهة فلسطينية نتفاهم معاه. طب اسألك سؤال خبيث، يا ريت. هل مصر تخشى من حماس خشياتها من وجود وقوة الإخوان المسلمين في مصر، باعتبار أن حماس هي الامتداد الطبيعي لجماعة الإخوان الذي يخشى النظام الحاكم في مصر من توغلها وسيطرتها؟ أنا فاهم طبعا، هو مش خبيث، ده واضح جدا. طيب. أنا لو افترضت أن لي عدو واكتشفت عدو جديد قادم بمسمياته أن إيران تهدد المنطقة العربية، فهل يصح أن أنا أمسك العدو الجديد ده وانسى العدو الأساسي اتعامل معاه على ان لا يمكن يمسني؟ لا، انا شايف العقل اوكي، انا خايف من الخطر الايراني، بس ده لا يلغي خوفي من الخطر الصهيوني. ده اولا كخطاب. نمرة اتنين، انا كمان عليا لو حسبت ان حماس وراها ايران او مد شيعي او اخواني، ما طبعا ده تناقض، مد شيعي ازاي ويبقوا مع الاخوان؟ حاجة تضحك يعني. ولكن لو افترضت ده، لازم ابص كمان فتح وراها مين. احنا انقسمنا في الوطن العربي لمحور اعتدال ومحور مقاومة ومنعة. يعني هل هذا يصح؟ يعني بقول لك الجريمة اللي حصلت من الفلسطينيين ليست جريمة خاصة بهم فقط، بالشعب الفلسطيني، لا، هي ساهمت كمان في الانقسام الوطن العربي.